فانت تكون فاهم انه المرأة ما زيك، انت غيرة وغيرة شديدة، بالذات اذا انت كنت زول بتاع تهبش وتجي تقول لا انا دار ادبل، وفي ناس ذات عندهم تصرفات عجيبة خلاص. يا اخي انت دار تدبل دبل غادي، اتريد ان تميتها موتات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ داك بيسنن السكينة جنب الخروف جنب البهيمة، قال اتريد ان تميتها موتات او ميتات كثيرة تسنن جنبها وتوريها السكين تلمع وتطبحها؟ لا اطبح انت بس، انت دار تدبل يا مش دبل، ما تعمل جوطة وغلبة ساكن وطالع الصباح والله يا زوجتي شايف شعري ده كويس انا دار ادبل والحلة ما نضت انا حدبل، ما كده هي ما رجالة. فما تعمل لها زنة المرأة تجننة في راسها، افهموا الكلام ده يا جماعة. في ناس كتار زي ده، واحد الشيطان يغش يقول لك لا دايرتي تعود تعود على تعود على الدبل، الا كما مرة في مرة تتعود على الدبل. الشيخ النجمي قال لي واحدة، وكذلك برضه الشيخ الفوزان سويل نفس السؤال، قال لي واحدة قالت للراجل اللي تتزوج فوقي وودته حق البتاع والعرس وغيره ودار تختار له، قال أين هذه؟ أين هي؟ قال موجودة الآن؟ يعني موجودة في الدنيا مرة زي دي؟ استغربوا العلماء والشيوخ. فأنت أفهم النساء ديل خلق من ضلع، من أعوج شيء في الضلع الفوق، يروى أنه الأقصر الأيسر الأعلى أكثر واحد معوج. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال فإن ذهبت تقيمه دار تبقى عديل كده كسرته، وكسرها طلاقها. وفي رواية قال لن تستقيم لك على طريقة، أصل المرأة دي قال لك مستحيل تبقى عديل كده، مستحيل، لأنه الله خلق كده. أنت ما تبقى زول عجيب دار تبقى شنو؟ عديل عديل كده. قال بقى عديل بتكسرها طق، وكسرها شنو يا جماعة؟ طلاقها. والطلاق بدون سبب مكروه، سول ما يبقى يا عمك الدجال ذاك يأصل لهم قال تأخذ أربعة وتفيك أربعة وتجيب أربعة وأربعة في أربعة، ده كله باطل كله باطل. وهل برضى ببيته؟ أترضاه لابنتك؟ ما يرضاه ولا يجعر الليل كله، ما يرضاه، ده كلام باطل. معلمه للصعاليك حقينه، واحد يعرس واحدة بالليل الصباح يجيبها يسلمها، في حصل ولا ما حصل؟ حصل كثير، يسوقها بالليل صباح يجي يسلمها. دي الناس عجيبين يا اخي، والكلام ده ما يرضوا لا لاخواتهم لا لبناتهم، ما يرضوا. والله ممكن يفتح فيك قضيه ولا يضرب بسكين لو عملت كده في بنته او في اخته، لكن ناس مجرمين لعبوا باعراض المسلمين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقول احدكم طلقت وراجعت طلقت وراجعت، ايلعب بحدود الله وانا بين اظهركم؟ رواه ابن ماجه. ما يلعب بالطلاق حد من حدود الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعرف طبيعة النساء وطبيعة الأبناء، الأبناء ديل بيكونوا بتاع اللعب ومرات بتاع الشغب، الزول يقدر يسايسهم وأحيانا يشد عليهم إذا احتاج الأمر للشدة، وأحيانا لو احتاج إلى الضرب يضرب ضرب غير مبرح، سواء كان للأبناء سواء كان للزوجة، لكن إذا احتاج الأمر ما يبقى ديدنك الضرب، ولا يبقى ديدنك إنك تشوف الغلط وتسكت، لا الأمر الذي يحتاج إلى لين تلين، والذي يحتاج إلى شدة شنو يا جماعة؟ تشد. وتلك هي الحكمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.